وأنت تتجول في مدخل حديقة البلفيدير وسط العاصمة، تشدك إليها بطاولتها الصغيرة وأدواتها البسيطة، فتتجه نحوها لتستكشف. سماح، فتاة ثلاثينية اختارت أن تعمل على موهبتها في الرسم لتقطات. أنا متخرجة بزار وما لقيتش روحي في الدومين هذا، كنمشي نعمل بدل حرف، جا عندي بطاقة حرفي ونخرج معارض، وما فماش معارض ولا طالبين علينا مثلا السكنة بالفلوس والسكن بالفلوس، ولا ينتشر البلفيدير، ما عندي حتى حل آخر. مش تخدم كما هيك مع الصغار إلا ما يكون مع عندك أغراض. أن تزرع الفرح على وجوه الصغار وقلبك يرزح تحت وطأة الخصاصة هي قوة لا يكتسبها الجميع، لكن سماح من القلائل الذين تصالحوا مع ذواتهم وتحدوا الواقع. مد يده ولا يلتجئ البشر ما دام مخه فيه ودراعه فيه باذن الله ما يخيبش، وربي معانا نسبة. القناعة والرضا مفتاح للوصول إلى تحقيق الحلم، ويوما ما ستصل سماح بالبسمات التي ترسمها على الوجوه الصغيرة إلى تحقيق أحلام كبيرة.